انا مقدره تماما الحزن اللي حضرتك فيه، وعارفه قد ايه الغدر والنداله قاسيين، لكن هتقولي ايه بعد لكن؟ اللي بعد لكن ما يتقالش يا ليلى. انا اصلا مش من هنا، احنا يا دوب بقالنا سنه هنا، جينا لما مشيل دخل الجامعه قلنا هو نبقى جنبه وهو يبقى اسمه تغيير. هل حضرتك من فين؟ انا اسكندراني ابا عن جد. شوفي يا ليلى، الاسكندر الاكبر لما جاي يبني اسكندريه المهندسين بتوعه قالوا له نبنيها منين لفين، البحر واسع، ملا كفه بدقيق شعير ورماه على الارض، رسم لهم شكل المدينه تبقى ايه. فجاه جا طير وحط على الشعير ياكله، طير ياما، الناس ما عرفتش الطير ده جه منين ولا ليه، انما اللي عرفوه ساعتها كل الناس ان البلد دي هتفضل بلد خير وجود وامان. انا عشت في كل حته فيها وصاحبت كل الناس، الصيادين وغزال الشبك، المشايخ وابو احمدات، البحاره والعساكر، لفيت كل شوارعها وحواريها، من مرسى ابو العباس لقلعه قايتباي لكرموز للسياله، كل حته انا حفظت وشوش كل الناس الاسكندرانيه، وكنت بعرف اقراها كويس. انما لما جيت هنا يا بنتي قلبي انقبض، الناس وشوشها متبدله، مش شبه الاسكندرانيه اللي انا اعرفهم، ضحكه وهفشه ونكته، بدلوا بتكشيره وضيقه وخناقات لاتفه الاسباب، الحضن بقى كره، بقى شوك، اللمه فرطت خلاص يا ليلى. هتساليني تحزين على اللي حصل؟ ان يعني فقدت مراتي وابني؟ معلش، هما دلوقتي يا بنتي في الملكوت مع المسيح، ذلك افضل جدا، لكن احنا اللي عايشين على الارض أكيد ده مش الأفضل بالنسبة لنا، ده الأسوأ. فطروا الأول. أما نشوف بقى طعمه إيه ده. بسم الله. الله، ده طعم فراولة. ستروبري يعني يا جدو؟ ايه؟ فراولة. فراولة، ايوه. هي الستروبري دي اللي هتخفف سولي ان شاء الله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. هوب، بسم الله. شاطر يا سولي، شاطر. يلا نجهز بقى، عايزك تكلفت نفسك كويس عشان ما فيش اي نقطة هوا تخش لك من اي حتة. ايوه جاهز؟ جاهز. ننطلق؟ يلا بينا. يلا كتير يا سرير على دنيا الحواديد والاحلام. ها قولي بقى يا سيدي، عايز نحكي لك عن ايه؟ احكي لي عن بابا يا جد. ليه يا حبيبي عايز نحكي لك عن بابا؟ ما هو بابا لما يجي هيحكي لك اللي هو عايزه. وانا اشوف بابا تاني يا جد؟ طبعا يا حبيبي، طبعا هتشوفه وهتقعد معاه وتتكلم معاه زي ما انت بتتكلم معايا دلوقتي بالظبط. انا حاسه ان انا مش هشوف بابا تاني زي ما ماما حصل معاها، مش هنرجع نعيش مع بعض تاني سوا. لا يا سوري، لا ما تقولش كده. بابا حبيبي بيحبك وليمكن يبعد عنك. ما ماما كمان كانت بتحبني. معلش، اصل ماما كان عندها ظروف ما قدرتش، لكن بابا جمال، راجل قوي، عارف مسك الظروف دي وقال لها ايه؟ انت فاكره نفسك ايه؟ عايز تبعديني عن سوري حبيبي ابني؟ وراح مديها سيف يد. عارف سيف يد؟ كده. ايوه سيف يد كده اللي انت اتعلمته في النادي ده، وراح مكسرها حتت وقال لها لا، انا لا يمكن استغنى عن سوري حبيبي وردي ورنفولي.
هو انت مسافر بجد يا بابي؟ اه يا حبيبي، هسافر يومين، عندي شغل وهرجع على طول. مش احنا اتفقنا ان اي سفريه تروحها تاخدني معاك؟ وانا هعمل لك ايه؟ ما انت لكل شويه تاعي. انا خفيت اهو يا بابي. لا ما خفتش، لما تطلع من المستشفى تبقى خفيت، واخدك في الحته اللي انت عايزها بعد كده. بابي ممكن اقول لك على حاجه؟ قول يا حبيبي. انا عايش علشانك، اوعى تسيبني لوحدي. علي مين اللي مستنيه يتصرف؟ انت اكيد واخد فكره غلط خالص عن علي. يعني ايه؟ مش هساعد جمال؟ معرفش. بس علي ده من النوع اللي طول الوقت بيوهمك ان هو عايز يتصرف، لكن ما بيعملش ولا حاجه. مساعده بالكلام وبس، لكن فعل انسى. غريب قوي. بقولك يا اشرف، انت فعلا هتقدر تساعد جمال في قضيه زي دي ولا وكله محامي كبير؟ توكلي له ايه؟ محامي كبير. محامي كبير؟ المحامين الكبار دول كبار سن بس، مفيش حد فيك يا بلد يقدر يخرج جمال ويساعده من اللي هو فيه غيري. بس هو يساعد روحه الاول. يعني ايه؟ تفتكري يا منى جمال من النوع اللي ممكن يبقى ورط نفسه في حاجه زي دي بجد؟ لاخر مره بسالك، مين اللي ودع جمال؟ برضو واحد صاحبي كان معدي عليا يشرب معايا شاي، قرف من حياته وقال لي خلص نفسه. انت هتستعبط يا روح امك، قال لك جاي قضيه ايه؟ ما تساله. لا ده انت بتستظرف. رد عليا عدل يالا، قال لك جاي قضيه ايه؟ ما عنديش كلام اقوله لك. لو ما حكيتليش اللي حصل بالتفصيل هلبسك جنايه قتله. لا يا راجل، ده على اساس ان انا جاي في سرقه موبايل. وانا علمك شغلك ولا ايه يا باشا؟ قلت لك قبل كده 100 مره مالكش دعوة بالموضوع ده. الحكاية أكبر منك، اسمع الكلام.